منير تراب، 33 عام، أصيل مدينة الحامة من ولاية جيبس. المنطقة عاشت مؤخرا موجة كبيرة متاع تفشي فيروس كورونا، أثرت برشا في سير الحياة فيها، وخلتني كمتطوع في الهلال الأحمر التونسي نعيش مع بقية المتطوعين في المنطقة أيام ما أقل ما يقال عليها أنها صعبة. احنا لقينا صعوبة في الأول بأن نقنعوهم في الفترة الأولى معناها بالكل، حتى ما صارتش حتى كا في الحامة وما كان فيها حتى كا، مرضت تقريبا أغلب ولايات تونس مرضت الحامة ما فيها حتى كا، حتى صار دكا في جابس احنا الحامة ما فيها حتى كا، لكن كنا خايفين وكنا محتاطين وكنا تعقيم متواصل وكنا حجر صحي والجيش يدور ويسركيلي. المرة هذه الجيش تراه كون شي اخر وقت تراه الجيش معناها، وحتى يجي ما تراشك الخوف متاع المواطن معناها اللي باش يخاف من السلطه متاع الجيش مثلا، ولا يخاف من حاجه انه باش يخاف ولا يشد داره ولا يدير. أوت 2020، الحامة تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا للسيدة فتحية يانس، 63 عام، جارتنا وأم صديقي نزار عفيف. أمي معناها نهار الجمعة عملوا لها تحليل، نهار السبت علمنا بها اللي عندها كوفيد. كلمونا الصحة، المدير الجاوي للصحة، قال راهو عندكم أنتم تعاملتم مع الوالدة وكذا، يلزمكم نعمل لكم تحاليل. من نهار الجمعة معنا نقول نهار السبت الصباح خرج الريزلتا، يجونا نهار الأربعاء اللي بعدها بعد 6 أيام باش يجوا ياخذوا منا تحليل. أي 6 أيام هذوك؟ 6 أيام وبعدهم قداش بقيوا التحليل باش يطلع؟ بعدهم 3 أيام. 9 أيام تستنى باش يوصل تعرف راحك معناها اللي أنت 9 أيام هذوكم، يعني مش مانيش قاعد في شامبر. مفروض عليا حد حجر صحي، معناها ما كلمني حتى واحد قال لي ما تخرجش. العائله اختي وصغارها 4 صغار كلهم ايجابي، واني وبنتي ايجابي. العائله كل ما عندهمش اعراض، رغم ان عندنا مرض مزمن، يعني عندي سكر واختي عندها معناها عندها سكر وعندها الحديد طايح. فما ناس مختصه تكفلت بالدفع؟ ناس متطوعه، ناس متطوعين، متطوعين يرحم والديهم. ناس خويا طوعت باش تدفن، انت تفرض علي البروتوكول. السلطة تفرض عليك بروتوكول صحي وما توفر لك شكون باش يدفن. قرارات اللي اتخذتها الدولة متمثلة في السيد الوالي هي قرارات على الورق. قرارات هذه ناس نشوفوها في الفيسبوك، نشوفوها في اخبار 8، على الواقع ما فما حد شيء منها وما يطبق حد شيء. كانوا يحكوا على درجة الوعي. الوعي راه ما يوكلش الخبز للعباد اللي تعيش كل يوم ويومه. بالنسبة لي يعني أوت 2020 من أصعب ما مريت في حياتي. ما صار لي برشا أما أوت 2020 هو رعب جماعي للبلاد. هو الخو ما يسلمش على أخوه، الناس تتعامل بالميسنجر. بطبيعة الخوف، واحد يمرض ما يمشوا ليش، تصير له حاجة ما يتعاملوش معاه، يخافوا منه. المريض في حد المريض اللي عنده كوفيد باش يطلب قضية، من يقعد يخمم زعمة تجي زعمة ما ينجم يقضيها لي، يتردد. معناها باش يشري خبزة، ما بعدوش مش قضية، معناها قضية حاجة كبيرة، باش يشري خبزة. زعمة صاحبي هذاك كان كلمة يجيب لي ما يخافش مني كيمد لي. تفشي فيروس كورونا في الحامة بدي أساسا حسب كل الروايات من معمل الخياطة المنتصب بالجهة. كل نهارات احنا مروحين من الخدمة، معناها وقت اللي وصلنا للدار وحللنا الفيسبوك نلقوا معناها اللي كونا فما بنية من المعمل مريضة بالفيروس.
من غدوة وقت اللي رجعنا نخدمه قالوا لنا برو روحوا، حبينا احنا على التحاليل قالوا لنا برو رجعت روحوا. من غدوة حتى سمعت اي رجعتوا عن رجعنا من غدوة نطالبوا بالتحاليل قالوا لنا برو روحوا تو نكلموكم. وقت اللي يقولنا لهم كيفاش شنو هو الحل معناها، قال لك ما عندنا حتى حل، احنا العباد الكل خايفة، الجيران اللي تتعدى من بعده يهرب، يقول لك تخدم انت في المعمل معناها عندك الكورونا، حتى اللي يمشي للحانوت واحد ابارك انت معناها حتى واحد من الدار ما يقبلش الحانوت. برودوي نتاع التنظيف ما فماش جمله واحده، هزيت انت من الدار لقيت ما هزيتش ما فماش، حتى مش موفر لا كمامات لا ما موفر حتى لا 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 حتى شيء. اي ماكينه بجنب الماكينه، الفطور نفطر مع بعضنا، دورات المياه دورات المياه زوز يمشوا، الباقي الكل فاسدين. على قديش من واحد انتم؟ على 700 طفله. 700 تقريبا. 700 اي في الظروف هذيك. في الظروف هذيك الظروف الاستثنائيه اي التواليت يتسايق مره واحده في النهار، اللي نورمالمون يتسايق حتى 5 6 مرات. الحالة الوبائية اللي مرت بها مدينة الحامة كشفت حقيقة الوضع الصحي بالجهة. الحكاية بدأت نهار 7 أوت 2019 اللي فات، وقت اللي اكتشفنا أول حالة للكوفيد. وقتها بعد الريلاشمون اللي صار، ريلاشمون كبير صار في الصيف جوان يعطيك الصحة، والحامة احنا ما تسجلنا حتى حالة في الموجة الأولى، أعطتنا نوع من الثقة في النفس ونوع إن الكورونا للآخرين ما مش لنا احنا، نجم نقولها يعطيك الصحة حاجة بعيدة. طبعا كنا نعرفوا اللي البنية التحتية الصحية في الحامة صفر صفر، معناها احنا أطباء صحة عمومية، أطباء عامون، ما عندنا حتى طبيب اختصاص في السبيطار في الحامة. في قرار من 2015 من عهد الوزير سي الحمامي، وقت عملنا زيارة في الحامة وعلى اساس تفعيل البلوك، تفعيل برشا حاجات بما معناه ان نفعلوا صفه المستشفى الجهوي صنف بين المستشفى الحامه، بما من معدات، بما من اطار طبي وشبه طبي، وما صار شيء من هذاك الكل. دكتوره نصاف بن علي بارك الله فيها جت وزارتنا، زارتها كانت دفع معنوي، معناها اوني لا اوني افيك فو، هكا حدها مسكينه، هكا حدها للامانه، وعدت برشا حاجات ما صار منهم شيء لحد الان، هي ما دخلها حتى شيء، يمكن بالوزاره متعطلين، عندنا ديزومبيلونس غادي في الوزاره ما جوناش، فما برشا معدات ما جتش، وعدتنا برشا حاجات وما صار منها شيء. فما زياره للوزير الدفاع زاد والوزير للصحه اللي فات زاد، وعدوا برشا بقرارات لحد الان ما صار منها حتى شيء. فما للأمانة الرنفور اللي جانا من المستشفى العسكري، المؤسسة العسكرية بارك الله فيهم. كل ما هوش كان في قطاع الصحة فقط، السلطات المحلية المنتخبة عندها مسؤولية في الإطار هذا. كمجلس بلدي حاولنا أن نلموا الأطراف الكل، ونحاولوا أن نلموا منظمات المجتمع المدني، ونعملوا لجنة كوارث معناها منبثقة من المجالس البلدية زوز، الحبيب ثامر وبلدية الحامة والمعتمد، ومنظمات المجتمع المدني من اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين وبعض من الجمعيات الناشطه في مدينه الحامه. الحمد لله بدينا الخطوه الاولى، خطوه سما تقول ممتازه، اخذت الناس كلها، كل مجموعه اخذت الطاشه نتاعها، بدينا في التعقيم، بدينا في الايواء معناها مع جايين المستشفى العسكري في الحامه، بدينا في شويه اعانات تلمت البلديه، ما راحنا بعد تصريحات من بعض المسؤولين غير المسؤوله هي اللي أزمة الوضع شوي في الحامة. برسك المجموعة اللي كانت ملتحمة باش تخدم مع بعضها، كل واحد ولا يخدم واحدة، لها كمشي حل باتين دا واحدة بدي يخدم الوضعية. عملت شوف كوفيد الثاني الحامة بصراحة، المسؤولية ماهيش بيد واحد، بركك علاش معناها كثرت الحالات وما فهمش شكون يديريج الوضعية بصراحة. نحكي كسلطة محلية، حالي نحكي على السلطة المحلية، لأن لو كان فما شكون زميم
ولما الناس كلها نكونوا ما نوصلش 800 و900 حالة بصراحة. أنا كل واحد يخدم واحد، مجموعة من منظمة الزبالة تخدم واحدة، مجموعة أخرى تخدم واحدة، منظمات كل واحد ولا يتعامل واحدة، أكل صار بلوكاش. صحيح عدد الحالات الإيجابية ينقص، لكن هذا يرجع بالأساس لنقص عدد التحاليل المأخوذة. رغم أن الناس كسرت حاجز الخوف، لكن نترقبوا بكل حذر في الموجة هذه.